بصفتنا كنواب الناشدي واتفقت القبيله ومشينا عند الرئيس وتعشينا عنده واتفقنا على اساس باش نعطيو هذه الارض الاليونس دارنا. وجا تجمع معنا الممثل ديال اليونس دارنا والسيد القائد وممثل ديال العماله وتجمعنا وعقبنا اتفقنا على اساس نتشاورو مع القبيله. بعد زينا استاثرنا مع القبيله على 6% ما بغاتش. عاود اتفقنا باش نديرو واحد الاجتماع اخر بحضور القائد وممثل عماله وليونس دارنا. اتفقنا وتعشينا واتفقنا على 119 هكتار 6%. اتفقنا مع الرئيس باش الغد ان شاء الله ديكليزي معنا ديك 18 واحد لان عندنا 18 عظم كل عظم تيمثلوا واحد. واتفقنا معاهم باش غنزيو انكليزيو. فاذا به الغد الرئيس عيط الممثلين ودرنا واحد الاجتماع عند القائد محضر اجتماع باش نتفقوا مع الممثلين باش نعيطوا ل 18 ونجليزيو. تنتفاجئوا اصبحنا متهمين بان شانين في الموافقه المبدئيه. ما شانينش في الموافقه المبدئيه، شانين في محضر اجتماع. ولكن شانين في الموافقه المبدئيه هاد النائب مع دوكاشي هاد النائب اللي شاني معاه ممثل ورئيس ديال الجماعه القرويه واش من اختصاص وكان شي فصل باش الرئيس والممثل يشني معايا في موافقه مبدئيه. راه انا اللي تنتحمل المسؤوليه ماشي هو. اذا رحنا تنتفاجئوا وتيدور ودير البلبله وتيقول باللي النواب شانين. الا كنا شانين نترباو. كانوا ممثلين شانين معنا وكانت الشانيه فراي صحيحه رحنا القبيله ادينا لها بلادها. بحنا وهو الرئيس والقبيله الا كنا شانين بصفتنا كنواب وممثلين تنوض دير بينا دعوه المحكمه الاداريه نمشيو نترباو. النواب ديال الاراضي الجمهوريه عندنا شي ارض محتلين الناس وحدين المدينه ما واحد ما دي 6 قطارات واحد ما دي 2 قطارات ودرنا شكاية تعيينة ما جرش الله فهم دابا الله يجزيك في خير والارض ديالنا ما يمكنش نعطوها ب 6% 6% ما قادياش قبيله ما باغياش وتهمين النواب تيقولوا النواب سانين وحنا ما سانينش وهذا الشيء اللي عطى الله هو. بسم الله الرحمن الرحيم. تنهضروا باسم جماعه البرادي اهل سوس. الله يخليكم وسد الرئيس هو اللي باغي كاع يستعمرنا. ضرر عندنا في اهل سوس، الناس راهم تتوفاو، الناس كاع عندها هذا النصيب بغى يديه لهم يديه لهم ما يمكنش هذا الشيء. ما يمكنش. المهم احنا بغينا بلادنا، بغينا رزقنا. بغينا كاع ما تنواب باش يحيدوا راه ما يمكنش. حنا المواطنين اللي تنتخبوا عليهم، حنا اللي تنديروهم باش يديروهم شي حد راه ما يمكنش. وحنا تنطالبوا بالحكومه وبهذا باش يخلونا نديروا القانون. القانون الله يرحم المغفلين. المهم تطلبوا حنا رزقنا بأي وجه، بالموت ولا بالقتل، هذا الشيء هو اللي كاين. حنا تنطالبوا برزقنا. باش يدخل فينا شي حد الله يخليكم، ما خصناش خصنا نبقاو تابعين قانوننا، تابعين دوار اهل سوس راه كاع واقفه، كاع تتوفى، كاع الناس محتاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الاراضي السلاليه عندنا هنا 119 هكتار، ومنها هذه تقريبا واحد 4 هكتارات يستولى عليها رئيس الجماعه، اللي هي فيها كونكاسور، فيها الزيتون، فيها ديار. وحنا كنطالبوا من المسؤولين الكبار يتدخلوا في هذه القضيه. وراه الناس ديال القبيله اهل سوس راه ناس فقراء ما عندهمش، راه محتاجين. كنتمنوا من الناس المسؤولين في الدوله يتدخلوا لهذه القبيله، راه كيعانيوا بزاف. والسلام عليكم.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.